ما في عنا مطار، ما في عنا طيارة. عشان أنا أسافر لازم أطلع بلد تاني وأسافر. الموضوع اللي شوي بيضايقني، أنا ركبت طيارات كثيرة، كثير ركبت، كثير سافرت، ودائما قبل كل ما أسافر بصير أفكر في كثير شغلات، مشاعر متضاربة. منه إن أنا مبسوط إن أنا طالع كثير وراح أجرب أشوف بلد ثانية، منه ببلش أحن لأمي، منه بتلهف شو مستنيني بعدين، ومنه بصير بعدين أدعي يا رب الطيارة ما تقع، يا رب بصير أدعي، بصير أدعي عن جد، بصير أدعي يا رب الطيارة ما تقع، يا رب ما يصير إشي، يا رب سامحني على كل شيء سويته، وأي شيء سويته مش رح أسويه بعدين، مش رح أسوي أي شيء غلطته. لو طلعت على بنت سامحني مش هطلع على بنت. واول ما بوصل بالطياره اول ما اشوف بنت، هاي شو الاخبار، بس وسط كل هاي المشاعر يجيني شعور غريب شوي ان انا محظوظ ان انا بسافر، ان انا محظوظ كفلسطيني ان انا بسافر، بس اشي مؤسف ان انا احس ان انا محظوظ عشان اسافر، لانه غيري مش عارف يسافر طيارة أو بغير طيارة. إشي مؤسف جدا، غيري بيعرفش يطلع لا بطيارة ولا بغير طيارة. في غزة في كثير أطفال بيحلموا يشوفوا برا وما بشوفوا، بيحلموا يشوفوا طيارة بس مرات بشوفوا طيارة ما بشوفوا إشي بعديها. كان في مرة طفل صغير عم يلعب بالحار، عم بيفتش ع خطار طيطير طيارة، وتطلع في الجو قال مدري شو عم يلمع، شوفوا شوفوا الطيار جاي لعندي الطيار، هاي طيارة كبيرة ما بدها خطاب، وجوانحها أكبر من بيت الجيران، هاي طيارة كبيرة ما بدها خطاب، وجوانحها أكبر من بيت الجيران، فرفح قلبه طار عجناح الطيار، فرفح قلبه طار عجناح الطيارة، والسما الكل أسرار شو بيحكوا أسرارا، وقف بالساحة ينده رفقات كان هدير الطيارة أقوى من كل الأصوات، وتجمعوا الأولاد وفاتوا باللعب وهزت البلاد الصامت للكذب، والهدير تحول لدخان مدري شو صار، مدري شو صار، وهدمت الدار، هدمت الدار، هدمت الدار. بتمنى المرة الجاية لما أجي أسافر أسافر مطار جوا بلدي، إنه بكفي إنه إحنا قاعدين بنحول في السجن اللي إحنا عايشين فيه، بنجمل فيه ونجيب أشياء من برا عشان نشوف ونحطها في بلدنا، لدرجة إنه إحنا صرنا نتخلى عن هويتنا بشكل لا إرادي. أتمنى هذا المطار يكون في بلدي بس. شكرا لكم.
يعني انا بالنسبه لي ما بعرف شو بدي اقول، لانه ايفاليس اول شيء عظيم، عظيم كمنطق كيف بلش شيل الدرج وكيف وقت خلص رجع حطه للدرج. مش بس منطقي، منطقي ومؤثر جدا. يعني ما بتصور في حدا ما يحس معه للاس باللي قاله وباللي غني. ومش بس غنى، هو غنى عن كل اطفال بلده وعن كل العالم اللي عم بعينه. غنى حامل معه وجع وألم وقهر وقصة معاناة طويلة. وان بلس انه غنى كتير حلو، يعني احساس كان كتير عالي، الليونة بقوة الصوت بتخفيف الصوت، يعمل بيانيسيمو فورتي كتير حلو، كان الليونة بالغنى واحساس برجع بقول كتير عالي. سو انا بهني. أنا بصراحة زعلت من حالي، لأنه لما عطيتهم الموضوع لفتني موضوع ليا وقلت لها أنت من بلد وما فكرت فيه، ما فكرت أنه فلسطين ما فيها مطار. زعلت كتير من حالي، حسيت حالي مقصرة، وهو ما قال لي بوقتها. شو هالشاب الحساس والذكي، وشو أثرني كيف فسر لنا شو يعني طيارة. هن عندهم طيارة، عندهم يعني العدم. قال في مرة صابي شاف طيارة ومن بعدها ما عاد شاف شيء. اف شو حلو، شو حلو يا ليس. وأثرني كتير، صوت رائع كمان فوق كل هول، صوت رائع. ليس مخيف بذكي، مخيف بذكي، مخيف بإحساسه، ومخيف كيف بيوظف إحساسه بذكاء. فظيع إنه انطلق من شغلة واقعية، ما عنده مطار، وما فتش وما راد يكذب على حاله ويخترع لنا انه هو هو، مع انه قال انه هو بيسافر كتير. ما فتش، ما قدر يفتش على اي مطار واي طيارة واي بلد عم بيترك هو الحرقة بقلبه انه عنده ما في مطار. والطيارة ببلدهم مش يعني مغادرة، الطيارة بفلسطين يعني موت، لانه هيك يعني طيارة بالنسبة لهم. إذا الواحد بده يفكر، مفروض نقول إنه هو أور سوجي، بس نحنا منصير أور سوجي. قديش حسيت حالي أنا اليوم أور سوجي، إنه ما بعمري فكرت هيك، ما بعمري فكرت إنه بفلسطين ما في مطار، وقديش هم بيتعذبوا تيسافروا. قديشنا نحنا أور سوجي. أنا حبيت كيف ليس كل مرة بيحاول من موضوع الإيفال إنه يحسسنا ببلده ويحسسنا بأهل بلده. هيدا شغلة بتدل قديه هو عايش معاناة بلده، وقديه اليوم كان بسيط وصادق، لأنه عن جد هو ما عنده مطار طيطير منه، وجسد الفكرة وقال إنه هو ما عنده مطار طيطير ولا عنده درج طيارة يطلع عليه طيفل من بلده. فكرة كتير حلوة ومؤثرة جدا. بدي أحكي بالمغنى عند ليس. صحيح أنه عنده قدرة على أنه ينتقل من الخفيف للقوي، من البيانو للفورتي، بس بدي أحكي شوي عن اللفظ عند ليس. لازم ينتبه أكتر على طريقة فتح التم، لأنه بكتير أحيان عم بيضل تم مسكر أثناء الغناء، وأحيانا عم بيكون في عرب المنة واضحة وين عم ترسي. بقيت ما تبقى أكيد هو كتير عم يشتغل على حاله بذكاء، وإن شاء الله يقدر يوظف كل ذكي بمغنيه بالبرايم.